بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج يسألونك ضمن محور قضايا الأسرة وفقه النساء. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذة الدكتورة بثينة الغربزوري، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذة الكريمة، أهلا وسهلا. مرحبا وأهلا بك أستاذ الفاضل، وأرحب كذلك بالسادة المشاهدين جميعا. بارك الله فيكم أستاذة. نفتتح هذه الحلقة بسؤال السيدة سكينة من مدينة شفشاون، تقول: شعري يتساقط بكثرة، فهل يجوز لي صباغته بأي لون أريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. السائلة تسأل عن تساقط الشعر، وهل يكون يعني مبررا أو داعيا إلى صباغة الشعر؟ فأقول يعني في جميع الحالات، يعني صباغة الشعر وطلاء الشعر جائز في جميع الحالات، يعني التزين خاصة إذا كانت متزوجة. طبعا عندما أقول التجمل والتزين مطلوب، فهو يعني ينصرف الذهن إلى أن يكون التجمل والتزين للزوج وأن تكون يعني الزينة المباحة، فيجوز لها إذا كان عندها تساقط شعر أو لا ليس هناك تساقط شعر، لأن لا أظن أن هناك ربط بين الصباغة وتساقط الشعر، لأن تساقط الشعر يمكن أن يكون هناك علاجات أخرى، هذه العلاجات قد تغير لون الشعر، لا بأس في ذلك. وحنا نجيو كاع نقولوا لا، ليس هناك أي ضرورة وليس هناك أي داعي، تريد فقط تغيير اللون من باب التزين للزوج، أو من باب إذا كانت يعني حتى غير متزوجة ولكن يعني لا تظهر الشعر أو أنها يعني تغطي شعرها عندما تخرج، لا بأس أن تتزين لنفسها، أن تتزين يعني لوسطها إلى غير الزينة المباحة التي أباح الله سبحانه وتعالى أن نظهرها، يعني لهذا فهذا لا غبار عليه ولا إشكال في أي من الألوان، حتى السواد يمكن المرأة أن يعني تغير لون شعرها إلى السواد، طبعا مع بعض العلماء الذي قالوا خاصة المالكية الذي قالوا بالكراهة. بالكراهة. إذا أي لون صبغة المرأة الشعر ديالها، أي لون كان عنده شيء سبب صحي ولا ما كانش، المهم أي حاجة، أي شيء الزينة، خاصة عندما يكون للزوج يكون مستحب. عائشة رضي الله عنها قالت لإحدى الصحابيات: لو كان بإمكانك أن تقلعي يعني مقلتي عينيك وأن تجمليهما على أحسن مما هما عليه فافعلي. بمعنى فتحت لنا واحد المجال، كل صور التجميل طبعا ماشي لهذه الدرجة نقلعهم، ولكن يعني كان من باب المبالغة أن صور التجميل للزوج فيها واحد الاستحباب، فيها واحد الندب، وفيها واحد الأجر. نعم أستاذة، بارك الله فيكم. انتقلوا لسؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم، وشكرا على فتح باب الأسئلة المواطنين. أنا خديجة من مدينة أكادير، بغيت نسولكم الله يستر عليكم، واش الأم اللي تدير الفرزيات بين وليداتها واش هي آثمة؟ وشنو هو الذنب اللي عليها؟ ويعني شنو هو العقاب ديالها؟ مرحبا مرحبا، تسمعي الجواب ونعرف إن شاء الله الحكم الشرعي في المسألة. هذه قضية أستاذة نقدروا ندخلوها في الأخلاق والقيم، وكذلك ندخلوها هنا في الأسرة، لأنها عندها علاقة بالتربية. بالتربية نعم. خاصة الأم بالتربية. يعني كتفرق وكتفرز ما بين أولادها، يعني هذا كتفضلوا على هذا أو هذه كتفضلوا على هذه. نعم أكيد، يعني العدل في الشريعة الإسلامية مطلوب في جميع مجالات الحياة، الأسرة أو غير الأسرة أو العمل أو الوظيفة، العدل مطلوب. فأكيد هو بالأحرى أن يكون العدل بين الأبناء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث قدسي: الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني كاين واحد التنبيه، واحد التحذير من الظلم، والأمر وأوامر كثيرة من الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى غير ذلك من الآيات التي تلح للعدل في السياق العام في الحياة الإسلامية وبالأحرى في الأسرة. فالعدل بين الأبناء مطلوب يعني وواجب، ولا يمكن يعني أن يكون هناك تفاضل بين الأبناء، لا في العطية، ربما قد تكون هناك تفاضل في العاطفة ولكن في العطية لا. ولكن يبقى أن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. الأصل أن الآباء يحبون الأبناء جميعا، لأنهم كلهم في الذات أكبادية. نعم. وأخشى ما أخشى أن تكون هناك وهم إخوة يوسف، يعني إخوة يوسف عندما غاروا وقالوا بأن هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون، وإن كانت هناك عاطفة لا يمكن أن يميز بينهم في المعاملة. فأحيانا يكون هناك وهم في الأبناء، فيخيل إليهم أن الأم كتفضل واحد عليهم أو واحد، وهو
في الحقيقة الأمر يعني قد يكون هناك تعامل تفاضل في التعامل، بحيث أن وحدة ممكن أحوج إلى المال كتكون فقيرة كتساعدها الأم أكثر، أو أن وحدة أحوج إلى يعني العاطفة، عندها ضعف، عندها مرض، أو عندها حاجة. قد يكون كذلك على حسب حاجة الأبناء، وقد يكون أحيانا يعود إلى الميل العاطفي، بحيث أن واحد الإبن كيكون عنده الكلام الطيب، كيكون عنده واحد كنقولوا كيدير الخاطر الوالدي، نعم، كيسول عليهم، كيعرف عليهم إلى غير ذلك، فكيجبدوا. ولكن هذا لا يعني أبدا بأن العاطفة تتغير، ولكن رغم ذلك ننبه الأبناء أن يكون هناك حتى التعبير عن الشعور والتعبير عن المحبة، أن يكون هناك بعض يعني العدل وشيء من العدوى، أن لا يكون هناك ظلم متفاوت كبير. الظلم متى يكون؟ الظلم نقول مثلا المثال أن كاين الفقيرة، البنت الفقيرة، أو الحالة نقول نخطب بالمؤنث لأن السائلة هي امرأة، كاينة فقيرة وكاينة ابنة غنية وليست في يعني في غنى عن العطية. كتجي الأم مثلا كتسول على الغنية، كتعطي غير الغنية، تبادل الهدايا الغنية الفقيرة. هذا ظلم واضح، هذا ظلم واضح، ولكن يعني نادر ما يقع، فإذا وقع أكيد بلا شك يعني ظلم. يعني هذا بالنسبة للسائلة، يعني أظن أنها يجب أن تكون عندها واحد الرقة، واحد الليونة تجاه الأم. نعم. لأن باش تسأل ما هو عقاب هذه الأم، يعني الله يجزيها بخير، أكيد ربما لا تقصد يعني زلت لسان، ولكن أكيد يعني في خطابها مع أمها، في خطابها ترد بالها، ربما أحيانا كتجرحها بشي كلام يعني جارح، يمكن أحيانا يعني ربما هي كتغمها، ولكن تعاملها مع الأم ليس بالتعامل الطيب اللي كيميل العاطفة الأم. فكنبهوها أنها تحاول تجلس مع راسها وتقول يا لعلني سأقع يعني فيما وقع فيه إخوة يوسف، شنو السبب الأم ديالي كتفضل، وما تستناش الأم ديالي هي اللي تتصل بيا، لأنه كأنني سمعت ما كتسولش عليا وما كتتصلش هذا. فالأم دائما هي التي نسأل عندها، خاصة عندما يكبر الأبناء. طبعا في الصغر الأم هي التي تعتني، هي التي تبادر، ولكن كنعرفوا بأن الوالدين اللي كيكبروا المبادرة تأتي كلها من الأبناء. نعم. ونحن يعني فقط في الفلسفة ديال القرآن الكريم أنه كل الآيات كتنصح الأبناء وتأمر الأبناء وتحذر الأبناء من عقوق الوالدين، ولا آية واحدة جاءت كتأمر الآباء برعاية الأبناء، بالعكس كان هناك تحذير أننا لأننا نتماطل ونتمادى في حبهم لدرجة أننا ننسى ديننا وننسى حقوق العباد لأننا نتمادى في حب هؤلاء الأبناء. كيف توصي يا أستاذة بأن الوالدين يعني يهتموا بوليداتهم؟ يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني مش أنه يربيهم تربية صالحة، أكيد هذه كرعاية، جزاك الله ألف خير، هذه كرعاية، ولكن كحب كمشاعر ما كنحتاجوش حنا الأبناء، يعني أصلا داك الشيء فطوري عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يدرك تماما أن تلك نزعة يعني مغروصة، وكيكون واحد الإقبال على تربية الأبناء والحب ديالهم. التربية ممكن بين مزدوجتين، ولكن حبهم ولا تبغي لهم الخير والتضحية لهم، ولكن الأبناء عندما كيكونوا الأولاد لا يحتاجوا إلى بعض يعني التذكير. فنذكر السائلة إن شاء الله أن تكون بارة بأمها وتجلس مع راسها إن شاء الله وتفكر سبب ميل الأم إلى غيرها من الأبناء. أنا ربما أستاذ سمعت السائلة بلي الصوت ديالي يمكن بقى صغيرة، يعني بقى ربما بقى ما مزوجاش، بقى عايشة في الدار. نعم. شي مرة كنديروا حنا الوالدين شي أمور هذه بغير الله يجزيكم بخير، حنا كنبقاو كنشوفوا مثلا واحد الولد شوية كيجتهد أكثر، كنبقاو نمدحوه قدام خوها وقدام أخته. نعم. أو العكس. نعم. ونقولوا أنت كاسول، أو أنت تبارك الله عليك، أنت حمرتي لي وجهي، أنت درتي وأنت درتي، وأنت يا الكاسول أنت ما غيكونوش منك. نعم. يعني هذا راه كيحسس هذاك الطفل، ربما كيكون واخا باقي صغير. نعم. ولكن تيكون واحد، واش هذا حتى هو داخل خصنا حتى هو نراعيوه حنا الآباء باش ما نوقعوش في الظلم. أكيد أستاذي الفاضل، هذه من الأخطاء التربوية القاتلة، ماشي غير العادية، القاتلة، اللي كتربي واحد عدم الثقة في الأبناء، والكراهية للأخ، وعدم الإصرار على النجاح، لأنك تخلي بأن الفارق كبير، كيقول لك ما عمري مسر أنه وصل قد خويا، رغم أن أنا أبرر، كنعرف بأن الآباء ما كيقولوش داك الشيء وهما مقتنعين، فقط كيظنون بانهم يحفزون، وما كيديروا كيظنوا بان ملي غنقول له هكا راه غنحفزه. كتقتل فيه الرغبه، وكتقتل فيه الثقه بالنفس، وكتقتل فيه حتى القدره على الابداع، لانك تخلي له واحد المسافه كبيره بين خوه، ناهيك على ان حتى بيناتهم غيكون واحد البغضاء وواحد الحقد، حتى ملي كيكبروا، حتى ملي كيكبروا كيكونوا يعني مستقبل، وربما الذي كنت تمدحه لن يصل الى شيء، وربما الذي لم تمدحه هو الذي وصل، كيبقى داك
الحقد وتلك انهم دائما المنافسه الغير مشروعه ماشي المنافسه الصحيحه، رغم ان الاباء القصد بهم باش يتنافسوا. لا، هذه طبعا اكيد ربما نقول ها هو خوك نجح ان شاء الله انت العام الجاي غتنجح اكثر، وهل معنى انني انت العام الجاي ان شاء الله تستطيع؟ راه شوف شنو كيدير خوك، كله يعاونك ولا طلب منه المعونه، ولا ولدي شوف خوك الثاني باش تكونوا بجوج ان شاء الله ناجحين، باش تكونوا ان شاء الله بجوج متفوقين، وما ما يبقاش فيك الحال، درتي مجهود وخا المجهود قليل، يعني نشجع. فهناك تشجيع، هذه هي الرعايه، وهذا هذا هو اطيب الكلام الذي يعني نصحنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينصحنا بان يكون الكلام لينا وان تكون الكلمه طيبة مع الغريب، فما بالك بالزوجية أو بالأبناء إلى غير ذلك، لأنه يعلم جيدا أن للكلمة الطيبة أثر بليغ جدا. أثر بليغ. نعم. بارك الله فيكم أستاذ. ننتقل لسؤال آخر ونبقى مع الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم أستاذ، أنا سيدة من كازا. أنا مزوجة هادي عام وراجلي مقيم في الخارج، كيمشي وكيخليني بوحدي في الدار. عنده واحد خوه مزوج، كنمشي عنده مرة مرة، وهاد المرة مشيت لعنده حسيت بحال شي حاجه وقعت في داري، بغيت نجي لداري، ومع العلم راجلي مانع عليا نركب نمشي في الطاكسيات، ما لقيتش اللي يجيبني. مع لوسي كان راه اخو راجلي كان خدام، اختو ما كانتش، شديت الطاكسي وجيت لداري. وصلت للدار هضرت مع راجلي قلت له ودي راه ما كاينش اللي يجيبني، راني جيت مع الطاكسي. غضب عليا راجلي ما بغاش يهدوي معايا، دابا سيمانه ما بغاش يهدوي معايا راجلي، واش عندي اثم في هذا الشيء ولا لا؟ مرحبا. مرحبا سيدتي، وتسمعي الجواب. الزوج ديالها تيقول لها ما تركبيش في الطاكسي، ولكن اضطرت لفعل ذلك ففعلت، ركبت في الطاكسي. غضب عليها نعم. هو الجميل في السؤال هو ذلك التوافق، ان نتفقوا، يعني عندما نتحدث عن الطاعه في امور معينه الحياه الزوجيه قائمه على الاتفاق وعلى التوافق وعلى التراضي، فهي راضية بأنها الكلام ديال الزوج ديالها اتفقت معاه أنها ما تركبش الطاكسي وهذا، والأجمل أنها ملي دارت الخطأ بلغته بها. يعني أنا كنحيي هذه السائلة، صادقة صادقة، كنحييها وكنقول لها يعني أسس سليمة، أسس سليمة صادقة شفافية إلى غير ذلك، أنه وإن أخطأت تخبر بها الزوج إلى غير ذلك، وله كذلك أن يغضب أو لا يغضب، إلا أنه نجد أنه قد بلغ في غضبه لأنها لم تقدم على شيء يعني كبيرة من الكبائر أو خطأ من الأخطاء أو يعني محرم من المحرمات، لأن ركوب التاكسي يعني سواء أجابها خرج لها ولا جابها الطاكسي، راه بالنسبه في الشريعه الاسلاميه بجوج بهم راه اجانب بالنسبه لها. نفس الشيء، فانا كنقولوا لهذا الزوج ان يعني ركوب الطاكسي في مدينه ممتلئه الى غير ذلك ما كتعتبر لا خلوه ولا تستدعي الغيره ولا تستدعي الخوف عليها لهذه الدرجه، ربما هو ما خوف عليها وعلى حمايتها وغير ذلك هو أدرى بهذه المسألة، ولكن لا نعالج وان كان خطأ بين مزدوجتين في عرفه هو طبعا بالنسبة لي ولك هو ليس بالخطأ. نعم. وطبعا أكيد، ولكن من حقه أن يتفق مع زوجته ويتفقوا، هذه حياة زوجية عائلية، فقط ما نلصقوهاش في الشرع ولا ما نلصقوهاش بأنها أحكام شرعية قاطعة، بأن إذا غضب غضبا لعاطفته خوفا على زوجته، ما يغضبش بأنها خالفت الشريعة الإسلامية، هي لم تخالف في شيء، خالفت ربما الاتفاق، ربما خالفت الاتفاق، ولكن ركوبها مع الأجنبي في الطاكسي هو نفسه ركوبها مع أخوه، لأن بالنسبة لها هما لسوا بين المحارم بجوج، وركوب الطاكسي الآن في المدينة إلى غير ذلك ممتلئ ما كتعتبرش خلوة، وركوب الطاكسي كذلك كنعرفوا القانون وكنعرفوا بأن في مأمن، لأنه هو برقم وعنده الرخصة وكل شيء معروف إلى غير ذلك، يخاف يعني في رفقة آمنة، طريق آمن، يعني سيارة آمنة، فلا يخاف عليها من هذا الجانب. ما عداه له الحق أن يأمر أو يعني يتفق ويتراضوا، ولكن أن يغضب عليها لأتفه الأسباب فهذا أظنه أنه قد بلغ في غضبه شيء ما، فيعني لا إثم عليها في هذا. إذن هي غير آثمة أبدا يعني. أبدا غير آثمة، وبالعكس أنا أحييها أنها أخبرت زوجها وتستمر في هذا النهج، أن أي شيء اتفقوا عليها خرقتها تقولها، ونفس الشيء بالنسبة للزوج كذلك. جميل أستاذ، هذا اللي ديما كتكلموا عليها ديال التواصل، وأننا
صارحوا مع بعضهم. نعم نعم. وخا كاع يوقع شي مشكل غيدوز. وهذه هي الاسس، هذه هي الركائز اللي كنضربوا في الاساس وكنديروا الوتد ديال الخيمه ديال العائله، كنديروها تكون متينه. ما حنا كاين ها الكذب ها الخيانه ها التخبيعه ها السرقه هذا، حنا كل مره كنقلعوا شويه لداك الخيمه الوتد حتى كيهز الريح، حتى كيزهر الريح. نسال الله الخيمه ديالنا كامله تبقى ان شاء الله تكون متماسكه باذن الله. بارك الله فيكم استاذه. تقول سؤال اخر سيده مالكه، تقول في يوم من الايام خنت زوجي الذي كان مسافرا خارج أرض الوطن وغاب عني 3 سنوات، ولما عاد أخذني معه إلى الدولة التي يشتغل فيها، فتحسنت علاقتنا الزوجية ورزقنا الله طفلين، وفي يوم من الأيام اعترفت له بخيانتي طالبة سماحه، فسامحني من أجل أن لا يضيع الأولاد، لكن بقي عندي السؤال، هل الله تعالى يغفر لي زلتي؟ أكيد يعني السائلة تدرك جيدا يعني ما اقترفت وما جنت، يعني لا داعي لأن أذكر يعني هذه الكبيرة وتوعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وطبعا يعني زنا المحصنة يعني زنا من أكبر الكبائر ومن أفظع الفضائع، يعني صراحة لا يقبلها للإنسان المسلم وللإنسان يعني عموما. ولكن على كل يعني تابت إلى الله سبحانه وتعالى ويعني آمنت وأقلعت وقامت بفعل هو ليس مطالب منها حتى شرعا أن يعني اعترفت لزوجها وطلبت يعني المسامحة إلى غير ذلك، فالحمد لله قد سامحها، وأكيد هو مأجور على ذلك بما أنها تابت، الحمد لله هو مأجور على ذلك. وأكيد باب التوبة دائما إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، عندما نقول جميعا بمعنى بدون استثناء، مهما يعني عظمت هذه الذنوب ومهما نحن كبشر يعني لا يمكن أن نسامح فيها، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذه التوبة النصوحة بإذن الله، بنية طبعا الإقلاع وعدم العود والذكر والاستغفار والصدقة إلى غير ذلك، فدائما تكون يعني تستحضر هذا الذنب وتحاول أن تكفر عنه ولا تقوم بالتطبيع معه، يعني وكأنه شيء مرة بسيط فهو بس فعلا جلل، ولكن كذلك ما عليها إلا الاستغفار والذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصدقات إذا استطاعت، ودائما تستغفر الله والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كما وعدنا في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. نعم. كذلك نعم. أستاذ ديما كتقول لك أن الإسلام هل يغفر الله لي زلاتي؟ نعم الله عز وجل احنا نحن وعدنا الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. نعم. ولكن لا نضمن له، نحن لسنا يعني رجال دين أو لا. نعم. لا يمكن أن نضمن لا عذاب ولا مغفرة. نعم. نحن نعم. نقول بأن في كتابه وعدنا بالمغفرة، وعدنا باستجابة الدعاء، وعدنا بأن يعني التوبة مقبولة، الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أحاديث، ولكن بالذات هل ينزلها على عين معينة على فرد معين؟ هل هي توبة؟ هل هي توبة نصوحة؟ هل هي فعلا يعني أقلعت عن هذه التوبة؟ فهذه لا يمكن أن ندركها، لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني واحد مسألة أستاذة، بعض الناس رجعونا أسئلة كثيرة بزاف هذا الجانب هذا، لأن المرأة أحيانا تقولوا لها واحد المعلومة من ناحية شرعية وصحيحة ولا لا، تقول المرأة إذا زنات وهي مزوجة يعني خانت الزوج ديالها بالزنا اللي هو معروف، يعني بحال ما كتبقاش حلال عليه، يعني ما خصهاش تواصل معاه العلاقه الزوجيه. نعم، لان كيجيو اسئله كثيره في هذا الموضوع. اكيد استاذي، لان الزنا قد يترتب عليه حمل، والحمل قد يقع به خلط الانساب. ولهذا هناك من العلماء من قال لابد ان تستبرئ لرحمها، يعني حتى تاكد بان لم يكن هناك حمل، هذه اذا تابت. اما اذا استمرت فهذه لا تحل له ابدا، لانها زانيه ولا تحل لمؤمن. ما معنى الاستبراء؟ كيفاش ديروا الاستبراء؟ ما معنى الاستبراء؟ ما معنى الاستبراء؟ انها يعني لا تجامع الزوج الحلال الا بعد ان تتاكد بان الرحم بريء، معنى بريء بان الرحم ما فيهش الحمل. كنقولوا بان الاستبراء ان الرحم ما فيهش الحمل، ان ما حملاش من الخطيئه. فاذا حملت من الخطيئه لا يجوز لها ابدا ان تلحق ذلك الابن بذلك الزوج. حد الفقهاء واحد الوقت معين؟ اكيد يعني الاستبراء الرحم هو انه يكون الرحم بريء، طبعا قاسوا على العده 3 شهور، ولكن لان العده تعبديه 3 شهور، نحن نقول بان الاستبراء من هذه الزنا تكفي ان تتيقن بشهاده طبيه او بشهر الى غير ذلك، فتيقن عندنا وسائل كثيره. نعم. لكي تتيقن، لان كان يعني قديم ليست هناك وسائل طبيه
دقيقا، فقاسوها على ايام العده ديال ايام الاستبراء من العده، فهذا هو المقصود. نعم استاذ بارك الله فيكم. ننتقل للسؤال الاخر بالاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. انا رابحه من بني ملال، قالت لي ما تيصومش رمضان، ماشي هو كيقول لك انا صايموني تدخين، ما كيمنعوش الماكلة والشرب، ما تيشربش وتدخين، ما ركلي نصحت فيه تعييت وكيقلبها كلها معيور. الله يجازيكم، قولوا لي اشنو المعمول. مرحبا مرحبا سيدتي، تسمعي الجواب عن السؤال ديالك. او في الحقيقه السائله كتقول ماذا تعمل مع زوجها الذي يرفض الصوم، وخاصة أنه يعني بتدخين، يعني ما تقدرش يتغلب عليه. وهنا وصلت هذه القضية ديال التكامل ما بين الزوجين، كل واحد منهم كيبغي الآخر أنه يكون على 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 صلاح وعلى على خير. هو جميل جدا يعني أن تكون بهذه الروح. هذه السائلة كنحيوها أن عندها واحد الإحساس بالمسؤولية، عندها واحد الإحساس بالذنب أن هي كتصوم الحمد لله إلى غير ذلك، رغم أن لا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم. رغم ذلك هي لأن من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى، يبغات الرجل ديالها حتى هو يكون يعني في النور، ويكون إن شاء الله ينال رضا الله سبحانه وتعالى، خاصة في أمر واحد الشعيرة يعظمها المغاربة كثيرا. نحن عندنا واحد العادة عند المغاربة أنهم يعظمون شعيرة الصيام، يمكن تلقى مغربي ما كيصلي شي، يتكاسل في الصلاة إلى غير ذلك، لكن الصيام بالذات عندما يأتي رمضان كل شيء يصلي، كل شيء كيصوم، كل شيء المدخن يصوم، حتى الذي يشرب الخمر يصوم، الحمد لله عندنا واحد تعظيم لهذه الشعيرة. ولهذا يعني هي معذورة فعلا، وعندها اللي يعني على صواب أنها تستشعر بهذا الذنب، وتستشعر بأنها يعني شيء يعني كبير من الكبائر، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، ماشي يعني مسألة يعني عادية أو عابرة، لأنها ركن الإنسان المسلم، يعني كتب عليه الصيام كما كتب قبل الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيعني هذا الزوج يعني غريب أمره أنه لا يعني يفطر إلا بالتدخين، والتدخين معروف أكيد يعني بالإجماع أنه من مفطرات الصيام، وأنه كيهرسلوا الصيام دياله. الآن ما دور الزوجة؟ طبعا أكيد بلا شك يعني لا نقول أبدا يعني تفارق هذا الزوج، لأنه ليس بكافر، فهو كي إما كيتكاسل، وإما يعني الشهوة ديالو غالبة، وإما عنده مشكل مع التدخين. فلهذا نقول لها أنها تنصحه، غير هو أسلوب النصيحة يعني لابد أن تكون واحد النصيحة اللي تكون عندها الشروط ديالها، عندها القواعد ديالها، ليس بالضرورة هذا التدخين. حتى رمضان عاد نحاول مع الزوج، تحاول مع الزوج ديالها أنها الإقلاع التدخين على ما يبدو بلية، عفى الله عنه وعفى عن جميع المسلمين يعني. فتحاول منذ قبل ما يبدأ رمضان، خلال السنة تحاول مع هذا الزوج، توفر له واحد البيئة، تأخذ بيده، تنصحه وتساعده وتؤازره أن يقلع على هذا التدخين، لأن ما غلبته نفسه إلا في التدخين، لا في مكلة ولا في الشراب ولا حتى في شي حاجة، وإنما في هذا التدخين بالذات. تساعده كذلك بالذهاب إلى الطبيب، لأن هناك بعض الأدوية التي تساعد على الإقلاع على التدخين. ما تخليش المسألة وما تحسوش بأن يعني كاين واحد النفور، أو أنه كتنصحه بطريقة يعني الازدراء، لأن حتى يعني عندما ننصح الذي يعني بالازدراء، أنت كافر، أنت هذا أبدا لا يجب أن تقوم يعني بهذا العمل الذي ينفره أكثر. والذي يشعره بتأنيب الضمير، وربما تلك الحالة النفسية كتدعوه أنه يكمي أكثر. ولهذا خصها تفهم النفسية دياله، وتحاول ما أمكن حتى هي يعني تستعن بالناس اللي كيعرفوا، لما كان ما عندهاش المكنة المعرفية وعارفة المسألة ديال التدخين، تستعن بأطباء، تستعن علم النفس، تقول له مشيو للطبيب، كاين ادويه ان شاء الله لما يجي رمضان تكون ان شاء الله حاولتي هذا رمضان، حاول 15 يوم فيه، حاول 10 ايام فيه، حاول يعني دائما تكون عنده، تفتح له باب التوبه وباب العمل، وتيسر له لكي يستطيع ان يتجاوز هذا الابتلاء الذي ابتلاه به الله سبحانه وتعالى، وهي ماجوره في ذلك. ولنفرض واقول لنفرض هذا الزوج لم يقلع، طبعا إذا كان ليس هناك ما يؤثر على الحياة الزوجية، على الأطفال إلى غير ذلك، يعني ليس بالضرورة أن تطلب منه الطلاق أبدا. إلا أن يقول والعياذ بالله أنا كافر بهذا الصيام، وكافر بهذا الدين، هنا فقط
يمكن للمرأة ويجب على المرأة أن تطلب الطلاق. ما عداه مش حما صبرت المرأة ودعت رجلها وشدت بيده وساعدته، بالعكس هي مأجورة. نعم أستاذة بارك الله فيكم. انتقلوا أستاذة للسؤال الآخر، ربما يكون هو الأخير في هذه الحلقة في الغالب. نجوى مدينة الدار البيضاء تقول: أريد الذهاب وحيدة للعمل في شركة خارج المغرب، لكني سمعت بعض العلماء يشترطون على المرأة محرما لسفرها، فهل ذلك صحيح؟ نعم، يعني سفر المرأة بدون محرم يعني قضية فقهية اختلف فيها العلماء، ولكن بالنسبة للفقه المالكي يعني كان واضح وما زال يعني في ذلك الزمن منذ أن يعني تأسس المذهب المالكي، عندما كانت الطرقات فيها قطع الطرق ولم يكن هناك أمن، فاشترطوا للمرأة لجواز سفر المرأة أن تكون عندها رفقة آمنة، أن يكون طريق آمن، رفقة آمنة، المكان الذي تذهب إليه آمن، يعني كنقول احنا بالدارجه المركوب امين الى غير ذلك. فاذا تحقق الامن كان يعني جائز، لان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بدون محرم، وتختلف الروايات مسافه قصر الصلاه، مسافه ليل ويوم وليله، مسافه ثلاثه ايام الى غير ذلك. القصد من هذا الاحاديث، من هذه الاحاديث كلها، هو الخوف على المراه وليس الخوف من المراه. يعني نعم. ليس الخوف من المرأة، لأن الإسلام يثق في المرأة ويعتبرها إنسان كامل الأهلية ويعني جديرة بالثقة، والأصل فيها البراءة، والأصل فيها أنها يعني مؤمنة صالحة إلى غير ذلك حتى يثبت العكس. نعم. ولكن ليس يعني اتهاما لها أنها لا يجوز لها، خوفا منها أن ترتكب المحظورات، وإنما هو خوف عليها أن يقع لها في الطريق شيء يعني ما لا يحمد عقباه. والذي يؤكد هذا القصد الذي ذهب إليه المالكية والذي رأوه بأنه هو القصد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث الذي يعني رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يشكو الفاقة، يعني يشكو الفقر، ثم جاء آخر يشكو قطع الطريق بأن الطريق لم تعد آمنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ قال: وشتي الحيرة؟ قال: لا، ولكن أخبرت عنها. قال: لو طالت بك حياة لترين الضغينة ترتحل من الحيرة إلى الكعبة، تطوف بها، لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. إن الحيرة مكان، الحيرة هو مكان بالعراق بعيد، الآن لم يعد له وجود، أصبح الآن من المآثر إلى غير ذلك، ولكن هو مكان بعيد في العراق. قال له: إذا طالت بك حياة غادي تشوف المرأة جاية من هذه المدينة اللي بعيدة اللي غيسمع بها أنذاك عدي بن حاتم، وكانت أنذاك ليست تحت يعني سلطة المسلمين، كانت تحت سلطة الفرس. قال له: إذا طالت بك الحياة سترى الضغينة ترتحل من الحيرة إلى مكة، تطوف بها، لا تخاف على نفسها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بمعنى أن الحديث كيبين لك أولا بأن المرأة ممكن تسافر بوحدها، وبأن يعني اشتراط المحرم في السفر هو الخوف عليها. بمعنى الآن إذا كان عندنا الأمن في السفر، وكانت عندنا الأمن في الرفقة، وكان عندنا الأمن في المكان الذي تذهب إليه، لا تخاف على نفسها في شيء، فلا شيء أهل في ذلك. إذا الحمد لله السفر العمل ديالها. نعم. داخل المغرب. نعم. وخارج المغرب يكون سفر للدراسة للعمل. للعمل أكيد، يعني الأمن فقط، وأن يكون المقصد مشروعا فقط، لا شيء غير. يكون السفر لغرض مشروع. نعم أستاذة بارك الله فيكم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا لك فضيلة الأستاذة دكتورة بوتينة الغربزوري، أذكر أنك أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. أشكر لكم أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، وإلى حين لقائي بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.